بالحبر الجديد مع صحف ومواقع عربية وعالمية في عناوين الميادينات مع كل جديد. وفي الحدث هذا اليوم، تقريب موعد الانتخابات الرئاسية في تركيا، إردوغان يستعجل الاقتراع والمعارضة تسعى إلى الاتفاق على اسم مرشحها، مع الكاتب والمحلل السياسي فراس رضوان أوغلو. بالحبر الجديد يومياً الساعة 11 قبل الظهر بتوقيت القدس الشريف.